بونجور مارين. مرحبا مارين. مرحبا أوبورتين. لعلاج أي من أحصنتك اتصلت بي؟ لعلاج الفرس مالفاغليا التي ركضت مؤخرا. لقد ركضت كثيرا وهي تشكو من ظهرها في المنطقة خلف السرج. أيا كانت طبيعة مرض الحصان الذي دعيت لفحصه، أبدأ دائما بطريقة المقاربة مع الحصان. أبدأ بما نسميه باللمس، بالتحسس. أمرر يدي على كل عضلات الحصان وبشكل محدد عند خطوط الأعصاب الأساسية للطاقة، ما يعطيني المعلومات اللازمة حول المناطق المتشنجة، المناطق الباردة أو الساخنة أو الحساسة أو المؤلمة إلى ما هناك، ما يسمح لي بتحديد المنطقة التي سيكون علي العمل عليها، أي المنطقة مصدر الألم. الشياتسو هو طب يرتكز على الطاقة، أي أنه طب ينظم تدفق الطاقة، وهو يرتكز على آلية عمل الطب الصيني التقليدي. يمكننا وصف الشياتسو بالعلاج بالوخز بالإبر، لكن من دون استخدام الإبر. كما ترون، لقد مررت يدي عند منطقة الظهر ورأينا كيف أن ردة فعل الفرس كانت التردد. هنا حين أمرر يدي أتحسس الانكماش العضلي القوي. إذا ضغطت هنا أرى كيف أن الفرس تقعر ظهرها، وهنا عند الورك أتحسس وجود كتلة قاسية جدا ومنكمشة، سأحاول فكها لاحقا. الحصان يتجاوب معي بسرعة لأنه يدرك أن ما أفعله سيخلصه من الألم ويجلب له الراحة. في هذه التقنية لما كان أبداً للقوة، أي ليس في العلاقة مع الحصان ما يثير قلقه، إنها علاقة بين شريكين. أنا أقول أن الشياتسو يكون مع حصان نتقاسم معه المشاعر، بمعنى الحصان الشريك. الشياتسو عند الحصان هو في الجوهر كما عند الإنسان، لأننا في الحالتين نعتمد على خطوط الأعصاب الرئيسية للطاقة. هناك 12 خطاً رئيسياً لعصب الطاقة تنقسم بين خطوط الطاقة المسمى باليونغ وتلك المسمى باليين. يمكننا تشبيه ذلك بشبكة شرايين، لكن خطوط عصب الطاقة لا ترى أبداً بالعين المجردة. هناك أحصنة تكون أكتافها متشنجة جدا، لا يمكننا أن نمرر إصبعنا خلفها. هذه المنطقة هنا غير مؤلمة. الضغط على خطوط الطاقة يحرك مادة الأندورفين في الدم. هذه المادة التي نسميها بالدواء الطبيعي المضاد للالتهابات. بعدها أشد بعض مسارات عصب الطاقة في الجسم. أشعر بحركة عند منطقة الحوض، يعني كما لو أننا أيقظنا الطاقة عند مستوى الحوض. والآن سأحاول الشد في المستوى أسفل كي أذهب بعيداً في شد خط عصب الطاقة. الفرس تتعاون معي بشكل تلقائي، أنا لا أطلب منها شيئاً، هي وحدها التي تتحرك. نرى كيف أن الدم يتدفق، الشرايين انتفخت. نرى ذلك بشكل خاص عند الحصان العربي لأن جلده رقيق. النتيجة الإيجابية السريعة لما قمنا به هي على العضلات، وهذا شيء مهم بالنسبة إلى أحصنة السباقات. لكن هناك أيضا نتائج مهمة على مستوى السلوك، على مستوى الضغط العملي والنفسي. بعد علاج الشياتسو سيكون الحصان مرتاحا أكثر وأكثر هدوء. الشياتسو يطبق أيضا في حالات الاضطرابات الهضمية أو النفسية. سنلاحظ تحسنا عند مستوى الجلد وشعر الجلد. كل خطوط أعصاب الطاقة مرتبطة بأعضاء الجسم، بمختلف أعضاء الجسم، بالرئتين، بالكبد، بالكلى، بالأمعاء الغليظة. يعني أن نتيجة علاج الشياتسو تنسحب على كل أعضاء الجسم. سأعطيها نقطة ارتكاز، سترتكز علي قليلاً، إنها تشد جسمها بالكامل. نرى حركات الانقباض بوضوح. جيد، أكملي كذلك. لقد واجهت مشاكل مع أحصنة كانت تشكو من آلام على مستوى العضلات والمفاصل. الشياتسو ساعدها كثيرا في التمارين والفوز في السباقات.